برضو احنا بنتكلم دايما من ناحيه، كنت بقول امبارح في البرنامج واتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، ان اللعيب لما بيمشي بيبقى خاين وعميل، لما النادي يمشيه ده حق النادي، انه طبيعي ان النادي يمشي. لازم الاول نفهم الناس ان في فرق بين لعيب كان مرتبط بعقد وفي وسط العقد بتاعه قرر ان هو يمشي وقرر ان هو يعمل يشوف ثغره في العقد، يشوف ثغره في العقد ان هو يخالف عقده وان هو يمشي، وما بين لعيب عقده انتهى مع النادي ومن حقه ان هو يدور على فرصه تانية في مكان هو شايف ان هو افضل ليه. احمد فتحي مش محتاج النهارده ان هو يقعد يكلمنا عن مش محتاج ان هو يثبت ان هو بيحب النادي الاهلي، مش محتاج ان هو يثبت حبه لمصر، مش محتاج ان هو يثبت لاي حد اي حاجه، لان هو اثبت كده فعلا عن طريق تاريخه. انت بتتكلم في لعيب حصل على كل البطولات اللي ممكن يحصل عليها مع النادي الاهلي في السبع مواسم الاخيره، ونفس الكلام مع منتخب مصر. فالنهارده ما ينفعش ان اي حد يطلع يشكك في وطنيه احمد فتحي نمره واحد وفي حبه واخلاصه للنادي الاهلي. بص اللي كتب على موضوع الجنسيه القطريه ده قصد ان هو الناس تشتم وتسخن، عشان الموضوع دلوقتي بقى فيه سياسه شويه. فانا مش عارف ليه الناس بتعمل كده، يعني ليه تخلي واحد وانت عارف ان هو كذب اللي انت كاتبه ده، برضه يعني ما فهمش ليه الناس بتعمل كده في بعض. يعني عشان خلاص في ناس عايشه بمبدا كابتن حازم في مصر كتيره جدا للاسف، ان اللي مش معايا ضدي. خلاص هو احمد فتحي ما بقاش معايا في النادي الاهلي، وانا النهارده صحفي شغال في النادي الاهلي، او واحد شغال في النادي الاهلي، او واحد حتى مرتاح شايف ان ده كده هيخدم، يعني انا ادام احمد فتحي ما بقاش معايا فخلاص هو ضدي. فبالتالي وده طبعا مبدا غلط. لازم ناكد للناس اول حاجه ان احمد فتحي، وده عن طريق عشره معاه، من ارجل اللعيبه اللي انا لعبت معاها، لعيب راجل، لعيب مخلص من هو صغير وملتزم وقمه الاحتراف وقمه الاحترافيه. نمره 2، وده مهم جدا، ان هو ما تحكش على النادي الاهلي. هو ممكن يكون غلط في بعض الاوقات ان هو اتاخر في الرد، او ما كانش رده قاطع من الاول ان انا كده همشي، لكن الناس برضو لازم تفهم الظروف في ايه يا كابتن حازم. ان في بعض الاوقات اللعيب بيبقى مشتت، وانا اتعرضت للمواقف دي كتير جدا، لما كان بيبقى عندي اوفر من نادي واثنين وثلاثه وبدرس موقفي انا عايز العب فين، بتبقى انت كلاعب مشتت وبتبقى بالنسبه لك ان انت تتخذ قرار بيبقى قرار صعب جدا، لان انت ده قرار بيترتب عليه حياتك، بيترتب عليه حياه اسرتك، بيترتب عليه حياه اولادك، بيترتب عليه مستقبلك، بيبقى قرار صعب جدا. فالنهارده انا باكد ان انا عارف ان مسؤولين النادي الاهلي ممكن يعني زعلانين من احمد فتحي، وده واضح من خلال تصريحاتهم، واضح من التصريحات لما تسمع ان الطبيعي لما احمد فتحي مش من النادي الاهلي، الطبيعي ان وائل جمعه يطلع يقول ان احمد فتحي لو الموقف طبيعي احمد فتحي مرحب بيه من النادي الاهلي اي وقت مره تانية جوه النادي الاهلي. انما وائل انا شفت له تصريح ان هو بيتكلم، وشفته بيتكلم مع كابتن شوبير من كام يوم، بيقول ان ما نعرفش بقى الموقف ايه بعد سنتين، ممكن بقى انا موجود، ممكن يبقى مدرب تاني موجود، ما نعرفش احمد فتحي في الوقت ده هيبقى مرحب بيه جوه النادي الاهلي ولا لا. وده بيبين لك ان في تذمر بعض الشيء من المسؤولين. لكن في النهايه لازم انا، ودي وجهه نظري، ان اي حد خدم مكان في وقت من الاوقات، وخاصه انه ما خانش المكان ده وادى كويس فيه واشتغل كويس واشتغل واخلص وكرس حياته كلها للمكان ده، ما ينفعش ايا كانت ايه الاسباب اللي دفعته. زي ما فتحي ساب الاسماعيلي لما عقده خلص راح الاهلي. بالظبط، يعني بالظبط ما ينفعش ان يعني وكان بيروح الاسماعيلي والناس ما كانتش بتهتم ولا تشويه يا كابتن حازم. النهارده اسهل حاجه في الدنيا وناس ان هو يطلع يشكك في وطنيتك، ان هو يطلع يشكك. سهل قوي الموضوع ده بالذات، المزايدات بتاعت الوطنيه دي بالذات، ودي نقطه صعبه جدا طبعا. اتمنى له التوفيق يا كابتن. طبعا انا فتحي اكيد كل الناس اللي بتشوف الكوره عارفه فتحي عامل ازاي، لكن زي ما بقول يمكن من كتر ما انت بتحب واحد بتزعل عليه شويه اكتر يعني. بس انا بشكرك على المداخله القيمه دي. خلينا نتكلم في حاجات ثانيه كمان، يمكن عندنا كلام مع ميدو كتير، هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا عن نادي الزمالك قطاع الناشئين. ميدو خلاص بقى مدير قطاع الناشئين او المشرف العام على ايه المسمى، رئيس قطاع الناشئين. رئيس قطاع الناشئين. خلينا احنا معانا تقرير ميدو. طيب هنطلع دلوقتي تقرير عن ميدو، بس قول لي بقى يعني احمد حسام ميدو مدير فني الموسم الماضي، حاليا رئيس قطاع الناشئين، ايه الفرق بين الاثنين؟ مستمتع بالاثنين نفس الاستمتاع ولا هنا حاجه وهنا حاجه؟ مهمه مختلفه تماما. النهارده انا شغلتي الاول كانت شغلتي كمدير فني نادي الزمالك، ان انا شغلي فني بحت، ان انا شغلي في اداره المباريات، في اداره التدريب، في التعاقدات، في حاجات كتيره جدا. النهارده انا شغلتي تحولت جوه نادي الزمالك
ان انا بحط الاستراكشر او بحط الاستراتيجيه لمستقبل قطاع الناشئين جوه نادي الزمالك. ودخلنا الحمد لله اشتغلنا على الحاجات الاساسيه اللي لازم نغيرها. فامبارح في اول ميتنج لينا مع الكابتن محمد صلاح اول حاجه شكلنا الاجهزه. قول مين بقى، قول لنا، قول لسه يعني لسه ما عشان انا نعلنها الاسبوع الجاي باذن الله. لكن كان كنا لخبروا في ثوره في يعني تغيير شامل كامل طبعا، لكن لان مع احترامنا كان لازم ان احنا ننزل بالاعمار، معدل اعمار للمدربين. نمره اتنين، كان لازم فعلا يبقى موجود في المكان ده الناس اللي فعلا خدمت نادي الزمالك، وناس هي كان لقطات من امبارح ده اللي قابلت محمد. اول حاجه احنا عملناها شكلنا الاجهزه. تاني حاجه كان عندنا ميتنج مع استاذ هشام عبد الفتاح صاحب ماكرون، المركز التيشيرت، ووصلنا لاتفاق ان احنا ان شاء الله هنلبس قطاع الناشئين كله ماكرون. ده بيلبس فرق كبيره، نابولي تلبس ماكرون، يعني نابولي وكريستال بالاس، لاتسيو صح، لاتسيو. وان شاء الله القطاع الناشئين كله هيلبس ماكرون الموسم الجديد. ودينا نوصل اتفاق مع 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 استاذ هشام ده اللي قاعد ده، محمد مشهور، ده من اكبر المهندسين في مصر. محمد والشركه بتاعته هيعملوا لنا، هنبني في الـ في الـ في جنب الملاعب الفرعيه، هنبني سكن معيشه زي سنتر فورماسيون، يعني مبنى استراحه في غرف وفي مطعم وفي انترتينمنت روم، اوضه تسليه زي ليفنج روم، وفي اوضه للمشرفين و مكتب ليهم، بحيث هيبقى ان شاء الله في سكن على اعلى مستوى، لان احنا هدفنا ان احنا نستقطب لعيبه مغتربين من محافظات مصر المختلفه. لان واحنا بشكل الجهاز برضو عملنا لجنه فنيه لمتابعه اللاعبين المواهب في المحافظات، وقسمنا مصر كلها، شمال صعيد، جنوب صعيد، اسماعيليه، اسكندريه، وسط الدلتا، وقسمنا كل الكلام ده. وبالفعل بدأنا شغل وجاي لنا 20 لعيب من الأقصر وأسوان الأسبوع اللي جاي. اللعيبة دول المفترض مين بقى اللي بيجيبهم من الأقصر؟ عندك لعيبة مثلا مدربين هناك؟ طبعا يعني عندنا مدرب اسمه شبيب، واحد من أكتر الناس اللي بتستكشف مواهب في أسوان والأقصر. محضر لنا 20 لعيب، وبالفعل اتفقنا مع المستشار مرتضى ان هم هيجوا الاسبوع الجاي باذن الله. هيقيموا في القاهره لمده يومين، وهنشوفهم وهنختار منهم اللي يصلح لنادي الزمالك. زي ما بقول لك، احنا هنعيد تقييم اللعيبه الناشئين كلهم الموجودين في النادي. اول حاجه عملناها خلصنا عدد الفرق زي ما كنت قلت لك الاسبوع اللي فات، وبقوا اربع فرق بس. كانوا كام فرق؟ كانوا سته قللناهم في الناشئين قللناهم، خليناهم اربعه. رياضه الكوره وقطاع رياضه الكوره دي احنا يعني وكلنا الكابتن سامي الشيشيني ان هو يكون مسؤول مسؤوليه تامه عليها، وهو الحقيقه كان متحمس بشكل كبير جدا لمسؤوليه مدرسه الكوره. ودي مرحله عمريه مختلفه، الشغل فيها مهم جدا بشكل كبير جدا. ان شاء الله زي ما قلت حضرتك هيبقى عندنا موضوع اللبس والمعيشه، مرتبات المدربين دي نقطه مهمه جدا النهارده، لان انا من ضمن الاشتراطات اللي اشترطتها على المدربين اللي شغالين معايا ان هو ممنوع منعا باتا ان هو يشتغل في اي مكان تاني. وطبعا ما كنتش اقدر اطلب من المدرب الكلام ده وهو بياخد 1200 جنيه في الشهر. فاتفقنا مع المستشار مرتضى منصور، وهو وعدنا ان هو هيستثمر بشكل جيد جدا في قطاع الناشئين، ايمانا منا ان كل مليم بنصرفه في القطاع هيرد لنا في المستقبل ب 10 اضعافه. مرتبات المدربين قدرنا ان احنا نعليها بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت عملنا يعني او في طريقنا ان احنا نعمل اتفاقيه مع نادي سبورتنج لشبونه، واتكلمت مع رئيس النادي الاسبوع اللي فات وعملوا لي دعوه بالفعل، وان شاء الله انا واحمد مرتضى هنسافر في خلال اسبوعين ثلاثه بالكثير عشان نمضي على اتفاقيه مع سبورتنج لشبونه. الاتفاقيه دي مش معموله ان انا ابقى اي كلام بس كده ماضي مع سبورتنج لشبونه. الاتفاقيه دي معموله ليها هدف فني، ليها هدف فني مهم جدا. اول حاجه ان احنا هنستغل اسم سبورتنج لشبونه مع الزمالك، ان احنا وهنستغل اسم وجود كوستا معانا، وكوستا طبعا يعني كوستا البرازيلي وراجل شغلته طول عمره ان هو شغال مع السن ده. طب هو فين بقى في هو الاكاديميه الخاصه اللي هي بفلوس اللي هي اجينست فيز. فاحنا عندنا الاكاديميه اللي هي بفلوس اللي هي مع سبورتنج لشبونه، هتبقى الزمالك وسبورتنج لشبونه مع بعض. عندنا اوريدي 700 ولد، هنحاول نطلع مع وجود الملاعب الجديده ان احنا نطلع ل 2000 ولد، لان احنا عندنا ملعبين كبار ممكن نشتغل عليهم، وعندنا ملعب خماسي كمان. فهنحاول ان احنا ندخل فلوس. السنين اللي فاتت كلها الاكاديميه الخاصه دي ما دخلش ولا مليم للنادي. الملعب كانت وحشه قوي، الملعب ده هيبقى فيها ناس. هندخل فلوس ان شاء الله من الاكاديميه دي. نمره اتنين، ان الاتفاقيه مع سبورتنج لشبونه ان احنا هيدونا الفرصه ان ثلاث مدربين كل سنه يطلعوا يعملوا معايشه لمده اسبوعين مع الفريق الاول والاكاديميات الناشئين في سبورتنج لشبونه، وده مكتوب في الدعوه اللي متقدمه لنا. وهي يعني الهدف مش ان انا ارتبط باسم نادي اوروبي وخلاص،
انما الهدف ان انا اطور من قدرات ومن امكانيات المدربين اللي عندي نمره واحد، في مقابل ان انا بيبقى هم ليهم الاولويه. نادي سبورتنج لشبونه ليه الاولويه في ان انا اطلع له اللعيبه الموهوبين اللي عندك كويس هو يبقى الاولويه يعني هو ليه الاولويه يعني هو بيجي كل سنه بيتفرج بيشوف اللعيبه، لو في لعيب ممكن ان هو يطلع ويبقى ليه مستقبل في نادي سبورتنج لشبونه حتى لو هياخده ويعيره من اول سن 17 سنه ان هو ممكن يشتغل معاه. فان شاء الله هنوصل لاتفاق كويس جدا في خلال الشهر اللي جاي ده ونسافر ونعمل الاتفاقيه دي. مش معنى سبورتنج لشبونه، ليه مش اياكس مثلا؟ لان اياكس بيشترط والدوري الهولندي بيشترط ان اي لعيب يسافر يروح يلعب في هولندا لازم على الاقل يكون مرتبه 340 الف يورو على حتى مستوى الناشئين. حتى على مستوى الناشئين ودي مشكله كبيره جدا. طبعاً. مشكله كبيره جدا. النهارده اني ولد عنده 17 16 سنه يبقى مرتبه اعلى من 340 الف يورو، انما في البرتغال وفي سويسرا وبلجيكا مفيش شروط. مفيش اي كونديشنز، مفيش يعني هم عشان يحموا اللعيبه الناشئين بتوعهم والولاد المواهب بتوعهم بيختاروا شروط. في انجلترا بيقول لك لازم يكون لاعب اكتر من 75% مع المنتخب الاول في اخر موسمين. في هولندا بيقول لك لازم يكون مرتبه اكتر من 340 الف يورو. انما في بلاد معينه زي البرتغال وزي ما احنا شايفين دلوقتي في لعيبه كتيره جدا ابتدت تنتقل للبرتغال. فاحنا بالنسبه لنا كنادي الزمالك، وده اللي انا اتكلمت معاه مع المستشار مرتضى منصور، ان احنا هيبقى احد اهدافنا دلوقتي ان احنا كل سنه على الاقل نطلع كل لعيبه حتى لو هنطلعهم دلوقتي ب 50 الف يورو مش مشكله، نطلعهم ب 50 الف يورو وناخد بعديها 50% من السكند ترانسفير و 20% من الترانسفير اللي بعد كده. 50% ممكن لان انا مديله برقم رمزي جدا. على فكره يا كابتن، حتى في الايجنتس زي مندس مثلا، جورج مندس مثلا بيشتري الرايتس بتاعت اللعيبه دول وبيبقى عنده 75% منهم وهو صاحب نادي رايو افي. ان احنا كنادي نطلب 50% ده رقم مش كبير. يعني 50% ان انت النهارده بتدي له لعيب ب 50000 يورو او ب 100000 يورو، لو اللعيب ده راح وعمل وضرب بقى يعني انا رحت جنت ب 35000 دولار اللي اتحسب للزمالك 35000 دولار في سنه واحده، جنت بقى عني الاياكس ب 7 مليون يورو سنه في 12 شهر 7 مليون يورو. فلو لعيب عندي مشي وفي سنه لعب كويس جدا وباع ب 2 3 مليون يورو، انا ممكن كل سنه اعمل مليون يورو يصرف على كل القطاع بتاع الناشئين. فبدل الهدف بتاعنا بدل ما ان شاء الله على اللونج تيرم يعني كاز لونج تيرم انفستمنت او استثمار طويل الامد، ان احنا بدل ما قطاع الناشئين النادي والاداره بتصرف عليه، ان باذن الله قطاع الناشئين يوصل في يوم من الايام ان هو يصرف على جزء كبير من قطاع كره القدم كله بشكل عام. كابتن محمد صلاح ايه دوره بقى في كابتن محمد صلاح هو المدير الفني للقطاع، هو المنفذ. يعني انا اللي بحط الاستراتيجي، انا اللي بحط نظام التدريب. يعني انت تقول لا انت مش بتيجي تدرب ولا لا لا بتقول لا. انت بس بتقول نمشي ولا ازاي، كابتن محمد هتمشوا ازاي، هنعمل ايه، اختار اللي يعمل المنظومه نفسها. بنحط سيستم تدريب، بنقول للمدربين ان انت ما ينفعش تلعب بثلاثه ورا، تلعب بثلاثه ورا والفريق الاول بيلعب باربعه ورا، يبقى انا راجل بربي لعيبه على سيستم لعب ويطلع يتمرن مع الفريق الاول، يبقى حسام حسن مش عارف يوقفه في الملعب. ودي مشاكل قابلتني. بس دي بقى في حاجه جديده في الموضوع ده، ان انت ممكن تبتدي باربعه وتنهي بثلاثه، يعني بتحصل في ماتشات كتيره وبتحصل في فرق كتيره. هيبقى على الاقل يا كابتن التعليمات للمدربين ان احنا حاطط لهم سيستم تدريبي معين. ده بالنسبه للتدريب. مدرسه معينه ان احنا نشتغل بيها. وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نثبت طريقه اللعب للقطاع كله. وفي وسط الماتش ممكن المدرب عايز اخر 10 دقايق ينقل ثلاثه مش مشكله. بس على الاقل تبقى البيزكس عنده ان الولد مش متربي. يعني انا مثلا طلع لي ولد السنه اللي فاتت اسمه عبد الرحمن صلاح. عبد الرحمن صلاح ذكي، لعيب كويس جدا جدا ومن الناحيه الهجوميه وبيرفع ورق بيرفع لعبته انا في ماتش المنيا، بدات بيه ماتش المنيا باك يمين بيلعب كروسات بالحركه وبكل حاجه، لكن عنده مشكله كبيره جدا ان هو متربي ان هو يلعب خمسه. فلما جيت لعبته في ماتش لقيت الجاب بينه وما بين السرد باك فاتح 40 ياردة وعلى طول طاير على طول. يعني اول لما الكره بتبتدي الكره تبقى مع السرد باكين ولسه بتتلعب نص الملعب طاير، لان هو اتربى ان هو يلعب ثلاثه ورا. زي ما حضرتك عارف في فرق كبير جدا في الفول باك او الباك الجنب ان هو بيلعب أو خمسه أربعة. او بيلعب اربعه. فعايزين ان احنا على الاقل الحاجات دي نشتغل عليها. من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو ان احنا عملنا حاجه زي مدرسه اياكس اللي هي اسمها التدريبات التخصصيه. يعني ايه التدريبات التخصصيه؟ يعني النهارده مدحت عبد الهادي ماسك فرقه 17 سنه. لكن عنده شغل كل اسبوع ان هو يدرب كل مدافعين القطاع. ان هو يشتغل مثلا في القطاع مثلا 12 مدافع اخدهم كلهم 12 سنتر هاف، بيشتغل معاهم تدريبات تخصصيه. ان هو ازاي تقف، ازاي واحد طالع انت تغطيه، ازاي التكنيك في ان انا بدل ما اعمل سلايد على اللي جوه اعمل سلايد لبره، ازاي ان انا حاجات كتيره جدا هيبقى طبعا
اهم محدش يقدر يفهمها لهم الا مدحت الا مدحت. وبالفعل مدحت لما جه اشتغل معايا في الفريق الاول هو فادني في الحاجات دي, لان في حاجات انا ما اعرفها يعني. انا كمدرب بدير منظومه, بدير ماتش, انما انا كميدو كراجل طول عمري لعبت راس حربه مثلا على سبيل المثال, في حاجات معينه في الديفنس في الوقفه مش عارفها بشكل جيد, وده طبيعي, وده طبيعي بشكل كبير. لما مدحت جه اشتغل معايا فادني كتير في الحته دي. كابتن محمد لما جه اشتغل معايا فادني كتير في حاجات معينه. ده اللي احنا عايزين نعمله. كابتن محمد صلاح ليه دور مهم جدا, وهو كابتن محمد هو المنفذ الرئيسي لكل الخطط اللي احنا بنعملها دي. وده كان الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور من اول يوم, لان طبعا زي ما انت عارف انا ظروف عملي ان انا بحلل وان انا بسافر على الاقل 3 ايام في الاسبوع. فكنا مصرين ان يبقى معايا كابتن محمد. وعلى فكره كابتن محمد من ناحيه الناحيه الفنيه يعني عالي جدا يا حازم, يعني كابتن محمد صلاح على الناحيه اللي هي يحط استراتيجي وان هو يحط نظام تدريب. يعني كابتن محمد صلاح من المدربين لما تقعد تتفرج على التدريب بتاعه تبقى مستمتع. عنده طريقه في الالقاء وطريقه في ان هو يعمل تمرينه, من اكتر المدربين في مصر اللي تقعد تتفرج على التمرين بتاعهم وتبقى مستمتع من التمرين بتاعه. فانا سعيد بوجود الفريق العمل ده معايا, وباذن الله الفتره اللي جايه نقدر اول حاجه ندخل لنادي الزمالك فلوس, نمره 2 ان احنا نقدم لعيبه للفريق الاول على اعلى مستوى باذن الله, ونمره 3 ان احنا على الاقل كل سنه, يعني مع كل الاحترام يعني نادي المقاولين لا يمكن يكون احسن مننا, يعني نادي المقاولين النهارده كل سنه بيطلع 2-3 لعيبه يحترفوا بره. لازم نادي الزمالك يبقى ليه دور في الحته دي, ان احنا على الاقل كل سنه نطلع ولو لعيب يقدر يحترف بشكل جيد وفي نادي محترم. اهم حاجه فعلا موضوع اللعيبه الناشئين ده, ان احنا ابتدينا نبص كتير قوي بره النادي, ويمكن ابتدى الموضوع من الثوره اللي حصلت وقله المال ابتدى الناس تسيب لعيبتها, بس ده كان بسبب اضطراري, مش احنا عايزين يبقى سبب ان هو يبقى معاك فلوس, وده يبقى منطق وده يبقى سياسه ان انت تسيب لعيبتك تطلع بره. دي طبعا حاجات مهمه جدا. هنا نطلع لفاصل ونرجع نتكلم مع ميدو في كلام كتير, والجردل النهارده اللي ميدو الايس باكيت تشالنج. نرجع بعد الفاصل.